نفسي نعطيك الوصفه اللي كندير انا شخصيا وهنا دايراها للشعر ديالي، وصفه واعره خطيره كتمنع تساقط الشعر وكتنبت لكم الشعيرات من الجدر. غتشوفوا الشعر كينبت من الجدر واخا يكون عندكم صلع وراثي او لا عندكم صلع ذكوري. هاد الوصفه مع التونر اللي غنعطيكم اليوم خطيره البنات، الوصفه واعره غترجعي تشكريني وترحمي لي الوالدين. من اروع الوصفات اللي كندير انا هذه هي وصفتي المعتمده، خليكم معايا. اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم اختي وصفه غزاله رائعه لتساقط الشعر. كتمشطي شعرك واخا تمشطي جوج المرات في النهار كتلقاي واحد الكم هائل ديال الشعر في المشطه ديالك. الوصفه اللي غنعطيك اليوم كنديرها انا شخصيا، كنديرها ليا ولبنتي وكنديرها حتى لولدي، صالحه للرجال للنساء، ديريها لاي واحد. كتنبت لك الشعر من الجدر، وكيف كتعرفوا الشعر ملي كيطيح كيبدا ينبت شعر اخر. هذاك الشعر اللي كيبدا ينبت خاصو ينبت يكون تكون الزغبه قويه وصحيحه، وإلا عندك حتى الفراغات مقدمه الراس راه سبحان الله. الوصفه مع التونر اللي غنعطيكم اليوم راه غتنبت لكم الشعر من الجدر. المهم الغزالات ديالي، بالنسبه لي انا ها هي الوصفه راني دايراها، دايراها على الشعر ديالي البنات، ها انتم راني دايراها. وملي بغيت نخلط لبنتي قلت علاش ما نصورش البنات حتى هما يستافدوا من هذه الوصفه ويكون الاجر ليا وليكم طبعا. وهذه الوصفه مع التونر اللي غنعطيكم اليوم البنات راه خطيره لتساقط الشعر. بارطاجي الفيديو باش هكا كتعم الفائده وكل شيء يستافد والاجر ليا ولك طبعا. ومرحبا بكم والف مرحبا. اول حاجه نبداو بها الغزالات ديالي، غناخذوا واحد الكاسرونه وغنضيفوا لها واحد المعلقه كبيره ديال زريعه الكتان اولا بذور الكتان اللي كتقلل من تساقط الشعر وكتغذي الشعر وكتحافظ على الفروه ديال الراس وفي نفس الوقت كترطب الزغبه. ثاني مكون عندنا غنحتاجوا واحد البصله، غتحيدوا غير ديك النبات الفوقانيه وغتخليوها بالقشره ديالتها، ولا عندكم بصله حمراء يكون احسن، غير بصله تكون متوسطه الحجم. البصله كتحارب الالتهابات اللي كيكونوا فروه الراس، كتقوي الدوره الدمويه في الراس، كتحيد دوك الميكرو الفطريات الجراثيم، كتقوي البصيلات ديال الشعر زوينه. وغناخذوا جوج ريوس ديال الثومه غتخليهم تما بالقشره ديالتهم، الثومه تكون حمراء كتنقي هي البصيلات كتحيد القشره كتغذي البصيلات ديال الشعر وكتقويها. هادشي كامل غنديروه في كاسرونه وغنضيفوا عليه كاس ونص ديال الماء، كاس ديال الاتاي اللي كتشربوا فيه اتاي ديري غير كاس ونص ديال الماء صافي، وغطيه ورديه في البوطه حتى كيطيب ودوك المكونات كاملين كيطلعوا في الماء. والماء البنات راه كيولي كيولي ثقيل، كيولي الماء داير بحال لو جيل. ها انتم شفتوا كيبقى لنا تقريبا غير كويس، وهذيك زريعه الكتان كطلع داك لو جيل والبصله وقشور البصله والثومه كلشي كيطلع. ودابا ان شاء الله غناخذوا اوراق السدر البنات. اوراق السدر راه راش غنقول لكم راه معجزه، راه خطير. هاد الاوراق ديال السدر راه مذكوره في القران. غتاخديه غتحيدي منه دوك الاعواد ديالو وغتدقيه ولا غطحنيه، المهم ولا تاخديه مطحون من عند العطار. غتاخدي غير جوج دراهم صافي، وغناخدو داك الخليط غنخويوه على داك اوراق السدر وغنخلطو كلشي. بالنسبه لاوراق السدر راه كينشط البصيلات ديال الشعر، كيوقف التساقط، كيحيد لك القشره، كيملأ الفراغات. البنات اللي كتكون عندهم القشره في الشعر ديالهم راه هما اللي كيجيهم تساقط بزاف ديال الشعر، لان القشره كتسد لينا دوك المسام ديال فروه الراس وما كتبقاش الزغبه كتنفس، فلهذا كطيح. فهمتوني يا البنات؟ المهم انا كنعطيكم الطريقه الصحيحه. وهذا الماسك هذا راه سحري للشعر، كيعالج مشاكل الشعر، كيملا الفراغات، كيوقف التساقط، كيحيد القشره. وهذه هي الطريقه الصحيحه ديال اوراق السدر. وهذه الوصفه هذه راه ما كتخطانيش نهائيا في فصل الخريف. هذه هي وصفتي المعتمده. كتاخدي الباطور اولا كتاخدي هذاك اللي كنضربوا به البيض اللي متوفر عندك صافي، وكتخلطي مزيان حتى كيتخلطوا جميع العناصر وكتولي عندنا بحال واحد الكريمه للشعر. وبالنسبه لطريقه الاستعمال خليكم معايا غنشاركها معاكم. وقبل ما نشارك معاكم طريقه الاستعمال بغيت نشارك معاكم حتى التونر اللي كنديروا لشعري بدون غسل. سمحوا لي البنات كنهضر بزاف، وانما باش هكا كنشرح لكل شيء باش اي وحده بغات تحط شي حاجه على شعرها تعرف شنو كتحط على الشعر ديالها. وانا البنات راه ما كنعطيكم الحاجه حتى كنجربها انا شخصيا وكنكون مجرباها، ولا كيكونوا الناس قراب مني مجربينها عاده باش كنشاركها معاكم. الحمد لله انتم كتثقوا فيا وانا خاصني نكون قد الثقه ديالتكم. ودابا ان شاء الله غنشارك معاكم الطونر اللي كينافس هاد البنات الدواء ديال الصيدليه اللي كيعالج الصلع الذكوري والهرموني وكينبت فراغات الشعر. غتاخذي الزنجبيل غير واحد طريف صغير
غير ديال الزنجبيل يكون طري، غتحكي في الحكاكه الرائعه. الزنجبيل الدور ديالو راه كيقوي البصيلات ديال الشعر، كيمنع التساقط ولا فيك حتى التعلبه. ديري هاد الطونر راه زوين، وبخاخ راه خطير، كينبت لك الشعر من الجدر واخا يكون عندك الصلع الذكوري. صافي، من بعد كديري فواحد زلافه وكتضيفي عليه اليازير او اكليل الجبل، الروزماري خطير في علاج التساقط، كيحفز نمو الشعر، كيطلع لك الشعر من جديد، كينبت لك الشعر من جدر، كيمنع الشيب المبكر، كينظف لك فروه الراس، كيعطي واحد الرائحه عطريه غزاله، زوين. صافي، وغنضيفوا واحد جوج معالق كبار ديال اليازير، ولا عندكم طري ديروا اليازير طري اللي توفر عندكم، وكتخويو عليه الماء كيكون سخون، ما كتغليوش هاد الطونر ما كيتغلاش، وكتغطيه، يعني ماشي ديريه في كاسرونه وديريه في البوطه، لا، خوي عليه غير الماء سخون وغطيه باش دوك الزيوت الطياره كتبقى لنا في الزيت. صافي، وكتخليه حتى كيبرد تماما. من بعد ما كيبرد هانتوما شوفوا كيطلع دوك المكونات كاملين في الماء. صافي الغزالات ديالي، غتشديه غتصفيه. هاد الطونر كديريه لشعرك بلا ما كتغسلي بلا ما حتى شي حاجه، يعني كترشيه على شعرك وكل سيمانه كتصاوي واحد جديد. وراه هاد الطونر قلت لكم واخا تكون عندكم التعلبه في الراس ديالكم اولا في البنيسات ديالكم اولا عندك فراغات، عندك الصلع الذكوري الهرموني، ديري هاد الطونر مع الوصفه اللي عطيتك اختي، وانا متاكده غترجعي تشكريني وترحمي ديال الوالدين. ضروري من هاد البخاخ هذا باش هكا كتوزعي الطونر على فروه الراس كامل. صافي، ومن بعد حبيباتي من كل اسبوع كتحيدي كترمي داك الشيء اللي بقى وكديري واحد جديد. فهمتوني يا البنات المغزله ديالي؟ وبالنسبه لطريقه استعمال الوصفه خليكم معايا لاني غنشرح لكم الطريقه الصحيحه باش تنجح معك الوصفه، وما تزربيش لا فيديو، كل شيء كنقولوا في الفيديو. مرحبا بكم البنات المغزله ديالي، وبالنسبه للوصفه كتكون على هذا القوام هذا، ها نتوما شفتوه. وبالنسبه للبنات اللي كتكون زغبتهم دهنيه يعني شعرك دهني، ما تضيفي لا زيت لا حتى شي حاجه، خلي الوصفه كما هي بحال اللي درت انا، لان انا شعري دهني كنخلي الوصفه هكا. وبالنسبه للبنات اللي الزغبه ديالتهم جافه ناشفه، عندهم الشعر ناشف، ضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال زيت جوز الهند اولا زيت الزيتون لهذه الوصفه هذه. صافي، وخلطي وديريها في فروه الراس، كديرها غير في الجذور البنات ديال الشعر ديالك. صافي، وما كديرهاش في الشعر كامل غير الجذور. صافي، وكديري سلوفان وكتخليه ساعه المكانه وكتمشي تغسلي. بالنسبه لسبحان الله اوراق السدر راهم كيرغويو، راه بحال اللي دايره شامبوان للشعر ديالك، ما تحتاجيش ديري شامبوان نهائيا، راه هو غيرغوي لك في الشعر ديالك. صافي، وكتغسلي الشعر ديالك. بالنسبه للوصفه كديريها مره واحده في الاسبوع اولا مره في 15 يوم، ديري الوصفه فين ما تفكرتيها ديريها، غتشوفي الشعر ديالك بدا كينبت لك من الجدر، وانا متاكده البنات غتولي عندكم معتمده كيف هي عندي انا معتمده هذه الوصفه، ما نقدرش نستغنى عليها، خصوصا ملي كيبدا يتساقط الشعر ديالك ديري هذه الوصفه غتشوفي تبارك الله ما شاء الله الشعر بدا كينبت لك شعر جديد، والزغبه كتقصاح، والجلده ديال شعرك ما كتبقاش فيها نهائيا لا قشره لا بكتيريا لا جراثيم لا حتى شي حاجه، الجلده ديال شعرك كتصحاح. المهم الغزالات ديالي، وبالنسبه للطونر شنو كندير ملي كنغسل شعري وكنسالي يوميا هاد الطونر كيكون شعرك نقي، ما كتحتاجيش غسليه، غير كترشي على فروه الراس وكدير واحد الحركه بحال هكا، واحد شويه مساج للشعر ديالك، كتمشطي شعرك وكتجمعي. صافي، ما كتحتاجي لا تغسلي لا والو، حتى واحد الرائحه كيخليها في الشعر ديالك غزاله. المهم الغزالات ديالي، هذا هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده، ومع السلامه وبوسه كبيره ليكم، وما تنساونيش من لايك وبارطاج الفيديو.